لو الحكاية فيها إن فيتو. فهناك نماذج عديدة قد نسلمها لحضراتكم إذا حضراتكم يعني رغبتم في هذا في أي وقت بعد كده، تتضمن على سبيل المثال أن هناك مواليد 2001 أو مواليد سنة 2000 ولكن بعد شهر يناير، فلازم هذا مقتضى أن أعمارهم تتراوح ما بين 16 و 17 سنة. نتوجه لهؤلاء بمنتهى التحية والتقدير على ليس فقط على أنهم قد حرروا نماذج التأييد لطلب الترشح، ولكن على هذه الرغبة الحثيثة في هذه الفترة العمرية المبكرة على أن يكون لهم مشاركة فعالة في الحياة السياسية التي تتعلق بوطنهم. فنتوجه لهم من هذا المنبر وفي هذا المؤتمر بكل تحية المتقدمة.